إضراب عام في سلك التعليم بولاية سليانة. أعوان قطاع النقل يحتجون بكل من صفاقس وجابس ويطالبون سلطة الإشراف بمزيد من الجدية. المؤتمر من أجل الجمهورية يتجه نحو شرط بقائه في الترويكا بإجراء تعديل وزاري. نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي، أهلا بكم. نفذت مختلف أسلاك التعليم بولاية سليانة اليوم إضرابا عاما استجابة لدعوة الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة، وقد خرجت مسيرة حاشدة من دار الاتحاد توجت بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، مما اضطر قوات الأمن والجيش إلى إخراج الوالي وسط حماية مكثفة إثر مطالبة أبناء الجهة برحيله. هذا التحرك يأتي للمطالبة بالتنمية العادلة وبحق الجهة في الانتدابات، وذلك على خلفية صدور نتائج مناظرة المعلمين الأول. المزيد من التفاصيل مع المولدي زوابي. مسيرة سلمية نظمها اليوم أهالي ولاية سليانة للاحتجاج على نصيب الجهة من نتائج مناظرة المعلمين الأول ونصيبها في التنمية والتشغيل. مسيرة انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل، جاءت كتتويج للإضراب العام الجهوي الذي دعا إليه الاتحاد والذي شل نشاط كافة المؤسسات التربوية بالجهة، لتصل إلى مقر الولاية أين طالب المحتجون برحيل الوالي المتهم بغلقه لقنوات الحوار. احنا دعينا لإضراب، إضراب إنذاري بيوم، اليوم يوم 12 نوفمبر اضطررنا لهذا الإضراب. تشوفوا أنتم اليوم الإضراب ناجح في الجهة كاملة 100%. هذا التحرك اللي يأتي في إطار موقف الجهة من الحيف اللي تعرض له في مستوى التنمية والتشغيل، وأحصينا إلى حدود 450 ملف للنواب والمتعاقدين. الوزارة طبقت اتفاقية 15 جوان 2012 اللي تهم انتداب معناها النواب المتعاقدين على 4 سنوات. فوجئنا في جهة سليانة بأنه السكور يعني المجموع الأخراني الموجود هو 22.5، في سليانة نجوا 34.5، نجحوا حوالي معناها 10 من الألف هذوما، معناها نتيجة مخيبة للأمال. نتائج مشبوهة، كونوا عندنا 450 نائب وهي أعلى رقم تقريبا على مستوى الجمهورية. كان باش نطبقوا الاتفاقية بحذافير وبمجموعة 22.5، نلقوا أن الجهة نجم تتمتع ب 257 ولا 56 معناها نائب يا قائد مجلس. عندنا 217 شهور، ويعتبر هذا العدد مهول باعتبار وأن السنة الدراسية كانت غير موفقة بالمرة. السلطة الجهوية لا زالت ترفض الحوار مع الهياكل النقابية، يضيف الكاتب العام للاتحاد. السلطة الجهوية من بداية الثورة مدينا يدينا لهم وعاوناهم وساعدنا على حل العديد من المشاكل، لأنه السلطة الجهوية الحالية ما عندهاش حتى قناة تواصل مع الاتحاد الجهوي. اليوم سليانة شفنا الانتدابات هذه بنسبة 0.74% من القائمين ومن الأساتذة ومن المعلمين وحتى من النيابات نتاع المعلمين تعاملت، معناها قيمة، معناها نسبة هزيلة وهزيلة جدا، وما تشرفش معناها الجهات المحرومة بصفة عامة. من جهة أخرى اتهم هذا المدرس هياكل الاتحاد بمنعه من الحديث، فيما يرد أحد أعضاء المكتب التنفيذي أن الاتحاد عندما يدافع على أبناء الجهة لا ينظر إلى الألوان. كنت مش كلهم طالبونا مقاييس عادلة تحمي الناس كل اللي هي سنة التخرج والعمر في صورة ماكي نزوز كيف منعوني من الحديث باش تكلم، طلعت غادي بكل أدب وكل احترام، شفتوني رايب. عنده الحق باش ياخذ كلمة، السي الكل يتكلم قبلي قال راو الوقت يحكم فينا. انت تقول يا سيدي راو الوقت يحكم فينا، مش تدزني وتقول احقراهم احقراهم. احنا كي دفعنا على المعتصمين ما شفنيش الألوان نتاعهم، احنا دفعنا على المعتصمين ولاد الجهة. مطلب الأساسي لابد من إلغاء نتيجتي الانتدابات بالملفات والنتيجة نتاع الانتداب والمتعاقدين، ولا بد وأنه باش نطبقوا الاتفاق الإخراني اللي موجود اللي مهم جهة سليانة برك، يهم تونس كاملة، ولكن احنا كنقابة جهوية نطالب بتفعيل هذا الاتفاق في أسرع الأوقات. المسيرة التي انتهت بالمطالبة برحيل والي الجهة تعكس في نظر البعض حالة الاحتقان المستمرة والناجمة عن عدم حياد الإدارة. وفي صفاقس يحمل اليوم أعوان وعمال قطاع النقل البري والجوي والبحري الشارة الحمراء. يأتي ذلك تعبيرا عن استنكار العمال لما أسموه بغياب الحوار بين وزارة النقل ونقابات القطاع، حيث اتهمت النقابة وزير النقل بتهميش دورها وبازدواجية الخطاب.
عمال ديوان الطيران المدني والمطارات بصفاقس عبروا من جهتهم عن رفضهم لمحاولة الوزارة تفكيك الديوان من خلال مشروع تقسيمه بإحداث وكالة وطنية للطيران المدني. اللي طلبناه بكل نعودها أن صوت الإشراف بالنسبة لنا احنا لا سبيل إليه باش المشروع هذا كأعوان وكإطارات وكنقابات أساسية باش نخليه أن تمس ديمومة المؤسسة هذه ولا مصالح الأعوان متاعنا. هذا المشروع هذا مشروع قديم من عهد المخلوع فمتصدينا له احنا كنقابات أساسية وكاتحاد عامة الشغل وقفنا الطيار هذا، لكن ما رأنا اللي سمعناه واللي ما راش انه اعاده الهيكله هذه واعاده تحيير نبش في المشروع هذا ويحب يعديه على مستوى الديوان. كان السلطه نيتها صافيه واحنا دعاة حوار كما قال اخ كامل ولا جامعه العمل، احنا دعاة حوار ولا احنا ضد العداله ضد الضربات ولا احنا ضد حتى شيء، احنا نقعدوا على الطاوله. كان سلطه اشراف تنكر شيء هذه تقول لنا في مخص الملفات الاخرى المطروحه على مستوى الديوان وعلى مستوى هي اعوان المناوله اللي فيها اتفاق بين الاتحاد الجهوي والجامعة العامة للنقل في إنهاء العمل بالملف متاع المناولة إلى حدود 15 من الشهر هذا من نوفمبر ليوقف العمل بالمناولة ويقع إدماجهم. لكن ليومنا هذا احنا اليوم في 12 في الشهر، ليومنا هذا لم يتم إعداد وبرمجة كيفية إدماج العوان هذوما، أما القرية يعني عندنا محضر اتفاق يقول على 3 مراحل إلى جابس، حيث حمل اليوم أعوان وعمال وإطارات الشركة الجهوية للنقل الشارة الحمراء دون التوقف عن العمل، تحرك احتجاجي أول استنكارا لظروف العمل السيئة على حد قولهم ومطالبة بتحسين التجهيزات وتوفير الحافلات بأعداد كافية وتهيئة الفضاء المخصص لها. زهور المرزوقي. حمل اليوم 12 من نوفمبر الجاري أعوان وإطارات الشركة الجهوية للنقل بجابس الشارة الحمراء احتجاجا على ظروف العمل السيئة على حد تعبيرهم التي يشكو منها قطاع النقل في جابس. اليوم نحمل الشارة الحمراء تتويج للجلسة العمل لجلسة معناها الهيئة الإدارية اللي صارت في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس العاصمة، وقررنا قطاع نقل البحر وبرا وجوا معناها حمل الشارة الحمراء اليوم 12 نوفمبر، ذلك لشعورهم معناها بالمشاكل اللي يعاني فيها القطاع، وخاصة معناها تهميش الوزارة للجامعة العامة للنقل هذه الأولى معناها اللي عاملة مش خطر تتفاوض مع ناس ما يمثلوش العمال. الحاجة الثانية التدحرج اللي آل إليه القطاع، معناها تشوفوا معناها كيران وسط عمرها معناها أكثر من 8 سنين، اعتداءات على الأعوان، عدم خلاص معناها فلوس من وزارة الداخلية متخلدة بذمتهم معناها من جراء ركوب الأعوان معناها في الحفلات بتاعنا. الفضاء المخصص للمأوى غير ملائم والأسطول متآكل ولم يعد قادرا على مواكبة الاكتظاظ الذي تعاني منه الجهة. رجاء معناها تجديد للأسطول هذا معناها نقص كبير ياسر، مع هذا زاد قاعدين نعينوا ونعانوا في مضايقات كبيرة ياسر من طرف المواطنين. أبسط شيء الماتريال، الماتريال ما نجمش نخدم بياس الجي كار معناها تصل 100 مليون راقد على قطعة بمليون ولا زوز، لو شوفر ما فماش ما يتنينادوا بالتشغيل، الناس تعاني هني مع الناس ما عاش لقي باش تخدم، البرسونال الضغط ياسر، الماتريال ما فماش، معناها رانا أمور إنسانية، شركة إدارة وخدامة وكل شيء ما شوفها أمور إنسانية لحساسية النقل. تصوي ولاية جابس كان احنا نقرفوا له، احنا من الثورة ما قرفنا الجملة، لو تصوري احنا تو قطاع النقل كان قرفوا تو تحبس الولاية. حمل الشارات الحمراء اليوم ليس إلا حركة احتجاجية سلمية قابلة للتصعيد على حد قولهم إذا لم تنظر سلطة الإشراف في تراكمات قطاع النقل بجابس. والله كهو معنا عملنا البوندروج على أساس فما مطالب، وإن شاء الله إن شاء الله فهمت الله يحققون المطالب متاعنا، مع الفكرة هو معنا ضرب عادي معنا. أما على الأقل كحني على الأقل عنا الأمور إنسانية ونخدموا وبضمير وكذا، على الأقل تلفتنا موش عامل على نمزية. وزير النقل يزم يحل الدوسي تاع الشركة الجوية النقل بجابس، راهو مشاكلنا ياس. اتهم صحفيو الإذاعة الوطنية اليوم المدير العام بتجاوز صلاحياته والتدخل في الخط التحريري للإذاعة على حد تعبيرهم. صحفيون وإداريون نفذوا اليوم وقفة احتجاجية داخل مقر الإذاعة وأمام مكتب المدير العام في وقت تواصل فيه المديرة القانونية للإذاعة اعتصامها وإضرابها عن الطعام منذ قرابة 6 أيام، احتجاجا على ما أسمته طردها التعسفي بعد 26 سنة من العمل. سهام المحمدي.
خرجت وحدها لتبلغ أصوات زملائها وبعض الإداريين المعتصمين أمام مكتب المدير العام للإذاعة الوطنية. بثينة قويعة قالت إن الوضع داخل الإذاعة كارثي، وإن المدير العام يعبث بالإدارة والصحفيين كما تمليه عليه التعليمات على حد قولها. حسبوا إحنا وحدنا، إحنا قلنا هذا الصوت الذي حرره الشارع التونسي والشعب التونسي، وحتى حد معناتها ما من مجيب. الحكومة لا تستجيب، تصم أذانها أمام مطالبنا المشروعة. شو تصفيه حسابات واقصاءات بالجمله، والصحافي اللي ما يدخلش الخط وما يعلنش الطاعه يقع ابعاده عن لونتين، ويجيب واحد موالي لحركه النهضه. واتحمل هذا واتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام. بثينة التي تطلب دعم المجتمع المدني والإعلاميين وكل غيور على المعلومة الشفافة والنزيهة، ليست وحدها من تعرضت لمظلمة، فغيرها كثير داخل هذا المبنى. عزلني من المناظرة داخلية بالملفات أنا وزملاء آخرين تقريبا 4 ولا 5، فهمني نفس الحالة بالضبط، واعتنى تاع الكاتيجوري تاع الروتريت. وبينما حل مناظرة بالنسبة اللي هو من الصنف 7 لصنف 8 اللي هي ما كانتش موجودة في البداية المناظرة، وترقى هو ورقة روحه. 4 مرات نحاول ندخل، 4 مرات يمنعوني، في الأخر رجعت مع عاد المنفذ عمل كونستا متاع المنع متاع الدخول، ومن النهار هذاك شهاري واقفة وما نجموش ندخلوا ما نخدموش. في الجهة الأخرى من مبنى الإذاعة الوطنية تطل علينا المديرة القانونية للإذاعة سهام عبد الرحمن، التي دخلت في إضراب جوع منذ 6 أيام في مكتبها، محاولة تبليغ صوتها الذي يحاول البعض إخراصه بمنعنا من الوصول إليها وتغطية جوعها واعتصامها. يحيني على مستجيب ويأخذ الإجراء اللي يحب عليه، وترى إن أمرأة ما عاد عندي حتى وضعية قانونية إدارية باش نبدا نتلوح في الكل وراء، خاطر هو طلب مش ياخذ الملفات نتاعي والمكتب نتاعي، خاصة شهادة تصحيح في المكتب والملفات القانونية نتاعي، نحامي من جميع اللجان في المؤسسة وخارج المؤسسة. ما عادش فما إدارة شؤون قانونية في 9 إذاعات عمومية. السيد يعمل اللي يحب بدون قانون ولا رادع. بعد انتظار طويل أمام مكتب الاستقبال بالإذاعة الوطنية جاء الرد المتوقع، حيث تم منع الصحفيين الموجودين خلفي من الدخول وتغطية الاعتصام لمجموعة من الصحفيين والإداريين والإعلاميين، كما أكدت ذلك بثينة قويعة، وقد عللت سكرتيرة المدير ذلك بأن المدير في اجتماع. سهام المحمدي من أمام باب استقبال الإذاعة الوطنية. أجمع المشاركون في اختتام أشغال المجلس الوطني الثاني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقفصة أمس، أجمعوا على ضرورة إجراء تعديل وزاري من أجل البقاء في التركة، والعمل على ضبط برنامج عمل حكومي ينسجم مع أهداف الثورة ويقوم على الواقعية. هذا إلى جانب العديد من النقاط الأخرى التي تمت مناقشتها كمسألة التطبيع. تقرير سميرة سوري. مجموعة من القرارات واللوائح انبثقت عن فعاليات المجلس الوطني الثاني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقفصة كانتخاب رئيس للمجلس وتقييم تجربة الحكم الائتلافي. نقاشات واجتماعات دامت ساعات طويلة لتختتم بندوة صحفية. المجلس الوطني هذا انعقد في ظروف يعني سريعة حكم النسق العادي للأحزاب، وكان انبثق عليه قرارات حقيقة هامة، لأنه احنا نؤمن بالديمقراطية التشاركية. وقع يعني الاتفاق على رزمة من القرارات، وبطبع بتينا في مشكلة الائتلاف الثلاثي وإدارة المرحلة القادمة. أما عن موقف الحزب من مسألة إدراج تجريم التطبيع في الدستور فهو واضح. بالنسبة لمسألة إدراج تجريم التطبيع في الدستور، وقع الحسم في هذه النقطة. المؤتمر والمجلس الوطني لم يصادق على فكرة إدراج أو نص تجريم التطبيع في الدستور. عن ملفات الفساد ومحاربتها والإصلاح الإداري أكد حزب المؤتمر أنه سيقع البت فيها في أقرب الآجال. بالنسبة لملفات الفساد، نحن سنرفع مقترحات عملية ومحددة في الملفات التي يمكن أن يقع البت فيها في أقرب الأجل. احنا بش نقدم حزمة من المقترحات
في داخل الترويك. والحزمة هذه تشمل عديد القطاعات، وحتى يعني في مسائل دقيقة مثل إصلاح الديوانة وإصلاح مجال البنوك، هذه هي المجالات، ومجالات أخرى سيقع اقتراحها على الائتلاف للنظر فيها عن كثب. السيد الهادي بن عباس تحدث أيضا عن الوضع الراهن في الأوساط الاجتماعية وضرورة تفعيل بعض الإنجازات في الجهات الداخلية للحد من الاحتقان والاحتجاجات. الظروف الاقتصادية هشة وصعيبة على العالم أجمع، لكن احنا في رأينا أنه بإمكاننا أن نفعلوا في الفترة اللي بقات هذه تفصلنا على الانتخابات، نفعلوا على الأقل بعض الإنجازات اللي ممكن تفعيلها في فترة وجيزة من الوقت في الجهات الداخلية. يحاول حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الخروج من عنق الزجاجة في الوقت الراهن والتمسك بالائتلاف الحكومي بتكريس الإصلاحات الحكومية وإجراء تحويرات وزارية تهدف إلى تحقيق نجاعات كافية لفرض سلطة الدولة، إلا أن هذا الحزب تجاهل موقف الشعب من أداء الترويكا رغم إيمانه بالديمقراطية التشاركية. نعود إلى صفاقس، وفي المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة حيث تم مرة أخرى عرض قضية شهداء وجرحى منزل بوزين. المزيد في تقرير غازي بن علي. جلسة أخرى في قضية شهداء منزل بوزير ومعطيات جديدة قدمها ممثل النيابة العمومية العسكرية، من ضمنها شهادة آمر الحرس الوطني سابقا، شهادة أثارت حفيظة أهالي المتهمين واعتبرها لسان الدفاع غير مجدية. المعطي ربما ليوتر الأهالي الجرحى والشهداء رحمهم الله، هو ما طلبت به النيابة العمومية في سماع آمر الحرس هذا محمد الأمين العابد، واللي شهد أنه السيد رئيس المركز استعمل الطلق الناري لحماية أسرته يوم 24 ديسمبر، في حين أنه أمر الحرس ما كانش موجود على عين المكان، وبالتالي ما نعرفش كيفاش وصلته هالمعطيات. والشهادة هذه مش في الملف هذا، والشهادة في ملف آخر ربما هو متهم فيه، ربما هو معنا عنده مصلحة أن يعطي معطيات غلطة لحماية نفسه. في أغلب الحالات وأغلب الظن أنه شهادته ما تنجم تفيد في حد شيء لأنه ما كانش موجود على أرض الواقع. أنا نقول أن هذه قضية تم تسييسها وتم القضية، ولكن الشهود تأكد أنه منصف بريء، والأبحاث الكل تأكد أنه منصف بريء. نحب نسأل الأسباب، وين وزارة العدل؟ وين العدالة الانتقالية؟ بدنا نتناحكي على الشهادة اللي طلعت توا متاع أمر الحرس، علاش طلعت توا بالذات؟ دونك واضح اللي ما يشوفش من الخربال يعتبر أعمى. القضاء متسيس، تحط في وضعية بأنه يدافع على روحه، معناها مع جل ومونوتوف ونار ودنيا وبش يموت، كيفاش بش يدافع على روحه؟ وحاجة مهمة مهمة ياسر ياسر ياسر، وين العباد اللي قتلت عوان الأمن؟ ثم عباد تحوس أو الدور وقتل عوان الأمن. لسان الدفاع بشقيه طلبت أخيرا النظر في القضية للاطلاع على شهادة أمر الحرس الوطني سابقا والإجابة على التقرير الذي قدمه المكلف العام بنزاعات الدولة، فيما طالب محامو أعوان الحرس الموقوفين بالإفراج المؤقت عن منوبيهم، وهو طلب رفضته هيئة المحكمة. جلست اليوم كان مفروض تكون المرافعة، ثم زوز معطيات جدد، ولن ثم جريح عنده سقوط نسبي يلزم إعادة عرضه للفحص الطبي باش يتعرف قداش نسبة السقوط اللي عنده. ثم المكلف العام لنزاعات الدولة قدم تقرير مفروض يقع جواب. المحكمة هي اللي مش تقرر تو، مش تنظر في زوز حوايج، مش تنظر في أولا مطلب صراح اللي تقدموا به في حق بعض المتهمين، ثم مش تنظر في هل أنه مش يتحرر على آمر الحرس الوطني هذايا. إذا شافت شهادته مفيدة للملف ممكن تأذن بتكلف قاضي مقرر ويحرر عليه في خصوص الوقائع نتاع 24 ديسمبر. وهنالك عشرات من الأعوان وقع طلق ناري، وبالتالي يستحيل عمليا باش تحدد أنه رئيس المركز أو المتهم منصب من مرزوقة أو المتهم سفيان بن طيبة هو اللي أطلق النار. معنا عمليا يستحيل باعتبار أنه هنالك فرار من قبل المظاهرين ومطاردة من أعوان لمن بالعشرات. معنا ما تنجمش تنسب القتل أو الجرح أحد من العوام بصفة مدققة لأن العلاقة السببية تنتفي. تطورات جديدة قد تشهدها هذه القضية في الجلسات القادمة، خاصة بعد قرار المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 ديسمبر القادم للاستماع لشهادات المدير العام للحرس الوطني وآمر الحرس الوطني السابقين. فهل ستكون هذه الشهادات حاسمة لكشف حقيقة قتلة الشهداء؟ هدد عمال الحظائر ببالخير من ولاية قفصة بغلق الطريق الرابطة بين قفصة وجابس إذا ما تواصل تجاهل السلطات لمطالبهم. هذا ويواصل العمال اعتصامهم المفتوح بمقر المعتمدية معلنين تمسكهم بمطالبهم المهنية. رياض الحدوري. لليوم الرابع على التوالي يتواصل اعتصام عمالة الحظائر بمقر معتمدية بالخير من ولاية قفصة، وذلك احتجاجا على التجاوزات الخاصة بعملية الانتداب على حد قولهم. نخدم في المؤسسات الحكومية
صارت تجاوزات في الانتدابات، يعني تجاوزات ما مش عادية، خلاص مش عادية. يعني من حيث العمل ناخد موعدنا من العامين للعشرين عام يخدم على الحظيرة، ما تسفش وضعية حتى عامل. مؤخرا دخل العامل معنا عنده 10 أيام وقع انتداب. ندرى هذه الوضعية هذه سهلة وإلا صعبة؟ نحبوا نفهموا السلطات المعنية بالحكاية هذه. جانا السيد المعتمد كلمناه قال أمر من فوق، وصلنا الحكاية للسيد الوالي قالوا أمر من فوق. يعني نحبوا نفهموا من فوق شنو بالضبط. حيرة وانتظار دام سنوات لم يتوج إلى حد اللحظة بالإدماج وتسوية الوضعيات، يقول آخر. عندي 26 سنة وصلت عمري 60 سنة، باهي نحب نعرف إلى متى، إلى متى وأنا في في في, في الإدارة هذه، وش نعمل بحياتي وصغاري شنو نعمل لهم، والشعب والمواطنين هذوما تشوف فيهم كل عمل مسترسلين، الكل معامله مسترسلين هذوما، الكل نعطيهم لك بالاسم، واي معتمد يجي يدخل ويخرج سلام باي، انا باش نرقلكم لاخر مره، انا باش نقدوكم الى متى. يهددون بالتصعيد وغلق الطريق المؤديه الى جابس امام عربات الفوسفات ان لم يقع النظر في وضعياتهم. راهو الناس راهي ناس صبرت ياسر، وراهو راهي باش تولي كارثه في البلاد، راهو غير قاعدين العقاي قاعدين يهدوا المجتمع المدني، قاعد يهدي في الناس، لكن ما يوصلناش الحل في خلال هالاسبوع هذا. احنا مستعدين باش نموتوا الناس كليك ونسدوا الطريق هذا اللي يهز في الفوسفات اللي قاعده متركز عليه الاقتصاد التونسي. رانا لكن ما يوصلناش الحل، رانا نجم نسكروا الطريق، وكان يحبوا يجيبوا البوب خلي يجيبوا، وكان يحبوا يجيبوا لنا كرتوش خلي يقتلونا. هذا وتظل مشاكل عمال الحظائر قائمه الى حد اللحظه في انتظار معالجه هذا الملف الذي غزا كل المؤسسات والقطاعات الحيويه بالبلاد التونسيه. ونبقى في قفصة ومع عمال الآلية 16 الذين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وقفة تقرر تنفيذها خلال اجتماع يوم الخميس الماضي، وتأتي احتجاجا على المنشور الوزاري الأخير القاضي بالاستغناء عن العديد من عمالة الآلية 16 إلى جانب العديد من المطالب المهنية الأخرى. وضعية مهنية هشة، تدني في الأجور وغياب للتغطية الاجتماعية، عوامل تزامنت مع غلاء المعيشة ودفعت بعمال الآلية 16 للاحتجاج أمام مقر الولاية. الآلية 16 راهي مرة تعبة 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 لأقصى الحدود، 120 دينار راهي ما تعمل حتى شيء، هذه كلها بيات عائلات ومعناها ناس كراية وناس تعبة، وزيد أكثر من هذا كل معناها مواد غذائية والماشي ونزيد 120 دينار، بربي إيش باش تعمل لنا؟ ما تعملش حتى شيء 120 دينار. ناس ما عنده ذر صغار، فهمتني ولا لا؟ هذا بربي مسكين، شنو الذنب هذا؟ امه تطرد ولا باباه يطرد، 120 دينار ما تعمل حتى شيء، احنا نحبوا تسويه وضعيه، بخلاف هذا الكل معناها الايامات هذيا الوزير التشغيل يقول معناها الالية 16 هذيا والية 7 والية 20 يوفى العقد نتاعه معناها يبطلوه. راهي امورنا تعب لاقصى درجه، مش انا توانس احنا. النقابة الأساسية لعمال الآلية 16 طالبت بتسوية أوضاع العمال البالغ عددهم 1070. احنا اليوم واقفين عاملين وقفة احتجاجية قدام الولاية، نحبوا نطالبوا أن يقابلنا الوالي وأن يسوونا وضعيتنا، على خاطر احنا هبط قرار وزاري أن هي تلغى الآلية 16، وإحنا اليوم عاملين إضراب مفتوح باش نلقوا حل لوضعيتنا. ما متواصل إلا إذا كان يسوونا وضعيتنا. إدماجنا على مراحل، تسوية وضعيتنا، تغطية اجتماعية. منشور وزاري لم يستسغه العمال وأثار جدلا في صفوفهم. هبط منشور يقول إبطال العمل في الآلية 16، لهند راه وزير التشغيل ووزير الطرد، صح؟ أنت باش تحل مشاكل العباد ولا باش تطرد العباد وزير التشغيل؟ كنا متصورين باش يسوونا وضعياتنا، مش باش يطردونا. كنا متصورين باش يدمجونا، كانوا يهنوا فينا يعني باش بالانتدابات باش يحسنوك وضعيتكم، راضيين بال 120 يعني 120 راضيين بها، 120 راضيين بها على اساس باش يسووا الوضعية، بينما جاء منشور في الطرد. عمال الآلية 16 بلغ عددهم الآلاف في مختلف القطاعات، يتوزعون على العديد من المؤسسات، آلية معتمدة منذ سنوات ومتواصلة إلى حد اللحظة. العمال أرهقهم انتظار الإدماج والتسوية الكاملة لوضعيتهم، تسوية قد تنهي مأساتهم. ويزداد إشكال الأراضي الفلاحية المتنازع عليها بين فلاحين ساكن وسيد الهاني تأزما يوما بعد يوم. اليوم وقفات احتجاجية بمساكن وسوسة،
ومطالبة بإقالة الوالي وطرد لمعتمد سيدي الهاني، وذلك إثر المواجهات التي جدت مساء أمس بين الطرفين ما استدعى تدخل الأمن. على خلفية الأحداث التي جدت طيلة يوم أمس بين فلاحي مساكن وبعض أهالي سيد الهاني حول الأراضي الفلاحية بمنطقة سيد الهاني، نفذ اليوم الاثنين أهالي مساكن وقفة احتجاجية أولى أمام مقر المعتمدية وثانية أمام مقر ولاية سوسة. بالنسبة لأحداث أمس، أحداث أمس ثم نوع من الوساطة اللي وقعت ما بين الفلاحة وما بين مكونات المجتمع المدني اللي تشكلت في لجنة دعم الفلاحين اللي ضم أحزاب وجمعيات. هذوما اتصلوا بالسيد الوالي، السيد الوالي بعد مفاوضات وبعد دراسة الأوضاع الأمنية وبعد دراسة الأوضاع في المنطقة هذيك ضمن الحماية أنه الفلاحة يباشروا قطعة من الأرض لا شبهة فيها من الناحية القانونية اللي هي قرعة بوخذير، اللي قطعة هذه فيها شهادة ملكية واضحة، واللجنة العقارية ولجنة مقيس الأراضي أثبتت أن لا شبهة فيها. كان الاتفاق على أن يبدأ الفلاحة في حراستها يوم الأحد صباحا بتوفير الحماية الكافية، وتم إعلام السلطات أنه مش يخرجوا الفلاحين يوم الأحد باش يتوجهوا، وتم إعلامهم حتى بالعدد تقريبا العدد التقريبي للجرارات اللي مش تتوجه للحراسة. ما رأنا أنه الفلاحة وحينما وصلوا وبدأوا بعملية الحرث لم يجدوا أي مناه قوة أمنية تحميهم. وفي بيانهم الصادر يوم أمس الأحد هدد أهالي مساكن في صورة عدم تدخل السلطة من أجل إيجاد حل جذري ونهائي يضمن للفلاحين مباشرة أراضيهم، فإن يوم الأربعاء موعد إضراب عام في كامل مدينة مساكن. قبل هذه كيف صارت في عام 89 الحكومة الأولى تعمش متكلموا وينهم، فيسا ما طلع الجيش وفيسا ما تلموا الرؤوس كل كيف الحبس ورجعنا كالعادة بثم كان شيء. أما تو يا أخي ما تلقى شكون يشد لك يدك ويعاونك عليك لمان. تو ما ثمش دولة، ما ثمش قانون، ما ثمش سلطة، ما ثمش حاكم، ما ثمش حد شيء. بالقانون هو بالصحيح ما ثمش. كيفاش هذا شنو معناه؟ عملوا ثورة هنا في تونس، ثورة ما نينيش الحقيقة متاعها الجد متاعها، ثورة في تونس وما نذكرش شيء إلى متى بلوا عاملين. بعد الثورة هذه نحات مفهوم الدولة، مفهوم الدولة هو فما أوراق ووثائق اللي تملك، الوثيقة الوحيدة اللي تملك في الدولة هذه هي شهادة ملكية. أنا راح نجيب بوخذير نشوفوا أمس كله بشهادة ملكية متاعه في الدولة التونسية الموجودة حاليا. هذه شهادة ملكية هذه ما عادش تملك، معناها الدولة التونسية هذه ما نعرفش يعني تحلت ولا ميزات موجودة. كان ميزات موجودة هي تحمينا حقنا، كانت حلت قلنا راهو حلت باش تحمي حقوقكم وحدكم. احنا عندنا أراضي، احنا عندنا أراضي أكثر من سيد الهاني، بعد سيد الهاني لو كان احنا أراضي بعيدة 10 كيلومتر على سيد الهاني ما نجموش ناخذوها. شوفوا كهنا اش معناها؟ بعد ما عادش نملكوا كل الحيوط مساكن، نملكوا كل الحيوط. النظام حتى أكثر من هذا أكثر من النظام السابق. رجعنا العهد بن علي، شو من عهد بن علي؟ ومن أمام مقر ولاية سوسة اتجهنا إلى معتمدية سيد الهاني، حيث وجدنا تجمعا غفيرا أمام مقر المعتمدية. لقد وقع إجبار معتمد المنطقة بالرحيل لعدم تضامنه مع الأهالي على حد تعبيرهم. احنا المعتمد طردناه خطر إنسان سلبي برشا، منحاز مع المساكنية ومنحاز معاهم ما باش حتى يحكي علينا. احنا ناس متحدين، احنا كنا زوز أطراف. زاد الوالي زاد صعد الحكاية أمس، الوالي يقول الأهالي مساكن برو امشوا احرثوا معكم القوة. كيفاش يمشي يعرض؟ احنا تو ديجا جدال ما بيناتنا والارواح طايحه والارواح ميته وانت تقول برمشوا احرثوا. خيفين صارت هذه؟ عندش خاطر هم عندهم، خاطر هم مثال هم عندهم. انت انسان ناس انتخبت ناس في المجلس التاسيسي باش تكتب دستور، مش باش تفوق معتمديه على معتمديه. يا خويا احنا قامت ثوره باش اراضينا ترجع لنا. احنا في عهد المخلوع ناس تحشينا في الحبس وناس تضربنا وناس تهدنا، ولتونا عبد الان قاسوا فيه الظلم هذا. والله اني ولادي صار ونساء ورجال وكلها اللي تحضرهم كل يمكن 500 بومبا غاز ضربنا بها لينوفي عليهم الغاز حق قسم بالله بالكراهب. الحاكم يقز فينا بالكراهب، فينا اللي تضرب وفينا اللي طاح وفينا اللي تكسر وفينا الواحد بالكراهب. والله بالكراهب الحاكم يقزنوا فينا وهما من غادي يحرضوا بالواحد وجاي الحاكم يحاميهم هما الحل الراي خرجونا لجنه وطنيه من تونس يا خويا خلطوا سوا احنا راضيين. ثلاثه ولا اربع سيكتورات، ثلاثه ولا اربع سيكتورات يجوا في جرتي كزربوتك انهار منه وهارب منه
فهمت عليك؟ ظلم ظلم ياسر. احنا اشبي شنو هي العقده؟ كي تجينا لجنه وطنيه تبطلنا في الارض نتاعنا شنو هي العقده؟ شنو هي المشكله؟ احنا ثوره، احنا نحب نسالوا الحكومه ونحب نسال الجبالي ونحب نسال المرزوقي ونحب نسال الناس الكل اللي شاده في الوزراء، علاش قامت الثوره؟ قامت باش كل انسان ياخذ حقه. يا سلطه رانا ما عندناش فلاح مساكني قادر باش يدخل الأرض على امتداد آلاف الإكتارات. رانا في شانشو، رانا في كارتاي، رانا في الشراشير، رانا في زردوب، رانا في همدان، رانا في بوخذير، رانا في قرع الذكار، هذه هناشر ما ثماش فلاح مساكني عنده قدرة اليوم باش يزرع أو يستغل أرض أرضه. رسالتان توجه بها أهالي المنطقتين إلى الحكومة للحد من هذا التوتر الحاصل بالمنطقة، فلا بد من الجواب العاجل حتى لا يقع ما لا نستطيع إصلاحه. مكافحة الفساد، الوسائل التأديبية وتضارب المصالح، عنوان الندوة التي جمعت وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد التونسية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ندوة خصصت لمناقشة الصعوبات في استرجاع الأموال المنهوبة. رئيس ديوان مقاومة الفساد بوزارة الحوكمة هشام الحامي: هذه المسألة هناك صعوبات كبيرة في استرجاع الأموال، هناك مجهودات كبيرة قامت بها تونس في هذا المجال، والدول كما تعرفون الدول تختلف قوانينها وإجراءاتها ومحاكمها، لذلك هناك نوع من البطء في مردودية هذا المجال، لكن هناك تحسن، وصلنا إلى مراحل معينة متقدمة، وقريبا هناك دولتين سنسترجع منها الأموال المنهوبة. إلى سيدي بوزيد، حيث نجد دورة لبعث المشاريع بهدف تمكين الباعثين الشبان من الاطلاع على كيفية بعث المشاريع ومراحل الإعداد وصولا إلى الإنجاز، دورة تأتي في إطار الاحتفال بالدورة الثالثة للأسبوع العالمي لبعث المشاريع. أكثر توضيح مع رئيس المجلس التوجيهي لمركز أعمال سيدي بوزيد رشيد فتيني. بسيدي بوزيد تنطلق اليوم فعاليات الاحتفالات العالمية بأحداث المؤسسة، تمتد على أسبوع كامل ابتداء من اليوم بمحاضرات المجموعة من الطلبة وحاملي أفكار المشاريع اللي تم اختيارهم من ليزات ومن مكتب التكوين والتشغيل ومن ليزام ومن مركز الأعمال متاع سيدي بوزيد، هما عددهم تقريبا 20. احنا من العادة الاحتفالات تكون في الشارع وتكون عبر أحداث لافتات وتظاهرات، نحن خيرنا بلوز افيكاسيتي، يعني اخترنا ناس حاملين افكار مشاريع وحبينا نكونوهم ونأطروهم ونوفوا الاسبوع بقدره ربي حتى بالبلان دافير نتاعهم، على اساس بان مؤسسات تنجم تحدث. الاختتام باش يكون بحضور بعض البنوك وهيكل التمويل لعرض افكارهم اللي كنا في الفتره هذه باش نهذبوها وإمكانية تمويلهم لإحداث المؤسسة متاعهم. النهار الأخراني نهار الخميس باش تكون تظاهرة كبيرة في الليزات بحضور هيكل المساندة وبحضور هيكل التمويل وكل الهيكل اللي هي تداخل فيما يخص بعث المؤسسة في الجيش. وفي أخبارنا الثقافية، معرض وثائقي نظمه الأرشيف الوطني بتونس بعنوان محمد جميل الجودي مسيرة مبدع، وذلك في إطار إحياء أربعينية الفنان المسرحي الراحل جميل الجودي. المعرض تضمن وثائق وصور نادرة حول المسيرة الفنية للفقيد الذي توفي في غرة أكتوبر الماضي. يذكر أن جميل الجودي من مواليد 4 أبريل 1934 وهو أحد كبار المسرحيين في تونس، لقب بعميد المسرح التونسي لمسيرته الطويلة والحافلة بالأعمال. المزيد حول هذا الفنان ومسيرته مع المؤرخ منصف شرف الدين. جميل الجودي هو من أحسن رجال المسرح الذين عرفتهم تونس، أولا كممثل ثم كمخرج، والأعمال اللي شارك فيها كممثل
في فرقة مدينة تونس لا تعد ولا تحصى، وكان نجاحه فيها كبيرا، قدم بها أعمالا كبيرة نذكر منها صلاح الدين الأيوبي، رابح زميم الحومة، قريتي، الطوفان وما إلى ذلك. وثم الجودي تولى تدريس المسرح في السعودية معنا. في ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين: إضراب عام في سلك التعليم بولاية سليانة، أعوان قطاع النقل يحتجون بكل من صفاقس وجابس ويطالبون سلطة الإشراف بمزيد من الجدية، المؤتمر من أجل الجمهورية يتجه نحو شرط بقائه في الترويكا بإجراء تعديل وزاري. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.